دوكا احنا مازلنا متواصلين معاكم في موجة صيف حتى كشي نص النهار بالموسيقى وليزانفيتي زادا كل مرة باش نعطيكم ديزانفورماسيون على المعارض على لي فيستيفال واليوم باش نحكيو على حاجة سبيسيال. هي الفيستيفال دو لوميير اللي باش يصير من 25 30 جويليا بمناسبة ال 130 عام للبلدية لانيفرسير نتاع 130 عام للبلدية. بحثينا سي الحبيب مرحبا بك. عايشك بارك الله فيك. سي الحبيب قدم لنا روحك وصفتك شنو في الفيستيفال؟ انا حبيب الامين رئيس جمعيه الصدقه والعمل الاجتماعي. دونك اون ايتي سوليسيتي معنا بالبلديه وعنا شراكه مع البلديه في برشا تظاهرات. دونك اخر حاجه خدمناها هي مهرجان الزهر وعنا الاحتفال برنامج الاحتفال بالذكرى 130 سنه لتاسيس بلديه نابل. دونك احنا اول دوره مش نعملوا المهرجان الاضاءه اللي هو فيستيفال دو لوميير. دونك بالتعاون مع البلديه قالوا لنا علاش ما تدخلوش في لي فيستيفيتي واحنا ما كانش عندنا معناها تاريخ محدد. نحبوا نعملوا معناها هذا المهرجان لكن ما عندناش تاريخ محدد. دونك جات المناسبه انه يولي عندنا تاريخ. دونك حبينا نعملوه من 30 حتى ال 4 اوت باقتراح من رئيس البلديه قال علاش ما تدخلوش في الفيستيفيتي. دونك ان شاء الله يولي هذا مش ولي كل عام من 25 جويليا ل 30 جويليا. فوالا. وسي حبيب كيقولوا فيستيفال لوميير قولوا فيستيفال لوميير نتاع ليون. سالتك قبيله قلت لك باش يكون كيما فيستيفال دو لوميير في ليون ولا مش معناتها كيف بالضبط؟ بيان سور نحكي على فيستيفال عنده برشا ومعروف برشا ويجوا عبيد من العالم الكل اتسيتيرا. اما شنو انتم معناتها خلينا نقولوا الاثنيه اللي شادينا تحبوا بارابور كيفاش معناتها باش يصير؟ باهي هو كيف جات الفكره؟ الفكره جات انه احنا عملنا القوس الحديد ذاك قوس نابل عملنا له اضاءه وعندنا الجر عملنا له الاضاءه. مالوريزمون انا عندي في بالنا مش نعاودوا الابياج تاع الجره لكن تعرف انا معناها الضوء هذا عندي ديجا لي شونتيون عندي في الدار لكن ما يخلطش معنا مازال ما خرجش من الديوانه. حبينا يكون يتزامن مع الفيستيفال. عندنا شجرة الجرة وعندنا شجرة مقابلة الولاية. ان شاء الله بتتر نخلطوا بالنسبة للشجرة مقابلة الولاية. فهمت؟ بالنسبة حبينا يكون معناها يكونوا هذوما موجودين وجات الفكرة مغادرة. فهمت؟ حبينا نعملوا قاعدين نحكي ونقولوا فيستيفال دو لوميير فيستيفال شنو باش نعملوا بالضبط. وبعد بشوية معناها عملنا ان بروجرام اللي هذا مش نبنيو عليه ان شاء الله. فهمت؟ عام الجاي نبنيو عليه ان شاء الله يكون خير. فهمت؟ السنه مش تكون اول تجربه ان شاء الله ننجحوا. فهمت؟ وعلاش لا معناها في نابل ولا اير حتى تحب ناس اخرى معناها تقتبس ولا تاخذ الفكره. هو اجتهاد ديجا في بنزرت فما الفكره معناتها فما الفيستيفال في بنزرت فيه برشا حاجات اخرين معناتها فما قولي جو فيديو في 3 دي معناتها في بنزرت معروفه الحكايه والفيستيفال نتاعهم معناتها معروف بالكدا ويمشي له برشا عباد خاطر دوك بحكم انهم عاودوه اتسيتيرا ولاو يمشي له برشا عباد ولا معروف اي سورتو اللي نلقاو فيه كاليتي معناتها نتاع بروجيكسيون وسبيكتاكلويت مزيانين برشا. ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا كيما بنزرت ولا نفوتوا بنزرت. تو مبدئيا احنا عندنا البرمجه عملناها وحدنا معناها باجتهاد الاعضاء نتاع الجمعيه. دونك ان شاء الله هو بون البرنامج كي سطرناه حتى في التحضير وكل شيء ما فيش برشا معناها برشا تعب برشا كذا. فهمت؟ عندنا كان تحب نعطيك فكره. اي كان بيان سور بان بروجرام بلوز او موان شنو باش يصير. احنا مثال نهار 25 جون مش نعملوا حاجه كبيره. مش نعملوا مش ناخذوا الجره مش نعملوا دي فيسو دو لوميير. خاطر 25 جويلة يعني هو يوم احتفالي بويسكو يورا بوكو داكتيفيتي ما حبيناش نعملوا احنا تولي برشا معناها تراكم نتاع برشا حاجات. دونك باش نعملوا فيسو دو لازير في الجره ومش نعملوا تحية العلم اللي هي هامه مع شويه العاب ناريه. فهمت؟ واضح. باهي بالنسبه نهار الاربعاء 26 جويلة 2017 سواري سون لوميير سهرة إضاءة وصوت قدام القوس مع معناها ان اكرون جيون باش نعديو معناها الهيستوريك تاع بلدية نابل هذا في القوس. عندك نهار الخميس عندنا انيماسيون جروب فيستا. جروب فيستا هذا تابع المركب الجامعي عندهم ديكراشور دو فو عندهم
يعملوا معناها رقصات وكل شيء معهم دي جي دونك وفيها معناها لوميير. واحنا بطبيعتنا ديما فما العاب ناريه هذه كل نهار مش كون فما هذا واضح. نهار جمعه عندنا سيرك دورو باباروني هذوما من المحمديه هما مشاملوا افتتاح مهرجان الزهره وعملوا افتتاح ايام قرطاج المسرحيه دونك عجبني الكونسيبت نتاعهم مش نشجعوهم خاطر هذوما شباب من المحمديه ما عندهمش ما همش كما يقولوا القراو معناها باش يعملوا سيرك ولا حاجه معناها كل واحد وشنو القرا فما اللي قرا انجينيور فما كذا جاوا النابل حكينا معاهم وكل شيء دونك عجبوني في الكونسيبت نتاعهم انهم في عود مش يقعدوا يعملوا يعتصموا ولا مش يطالب خدمه مش يعمل حكايه فهمت مشاو قالوا جاوا واحد عمل الفكره قال نعملوا سيرك ومشاو في التوجه هذاك دونك كي عملوا السيرك هذا ولاو هما نوعا ما معروفين ولاو شباب المحمديه اثروا فيه ولاو لي جان واكتشفوا برشا معناها برشا مواهب وعجبني الكونسيبت وقلنا نشجعوه واضح معناها عندي انا هذا اغلى سبيكتاكل واضح ومشينا فيه خاطر قلنا هذوما لازمنا ندعمهم ونشجعوهم ديجا باش يكون موجود هو سبيكتاكل هذا في مهرجانات السنة في برشا مهرجانات ما نتصورش تو كنت تشوف فيها في العروض اليوم باباروني نورمالمون باش يكون في مهرجان الزهرة فوالا دونك فوالا مهرجان الزهرة باباروني باش يكون موجود. اي دونك هذوما لو فوندردي وعندنا نهار السبت هذه ان بو اللي عندنا فيها شويه اشكاليه مي ان شاء الله تجاوزناها هو مش نعملوا العاب ناريه في الاسقاله نتاع نابل. فهمت؟ الاسقاله نتاعنا مش يكون فما دي جي سون لوميير والعاب ناريه تكون معناها من نوعيه معناها فهمت مش ادبتي بلا مش كون ان شاء الله بارح صارت جلسه امنيه في المعتمديه دونك نسقنا مع الامن ونسقنا مع السلطات المعنيه باش ننشحوا السبيكتاكل هذا والفيستيفال هذا دونك وعندنا لو 30 جوي اللي هو الاختتام تاع الاحتفال ب 130 سنه البلديه مش يكون فما الكرفال مش عملوا كرفال من 6 ل 8 واحنا مش يكون عندنا تدخل كيف سون لوميير على الفساد نتاع البلديه نتاع نابل فهمت هذا من مش يكون من 10 حتى نص الليل مع بريم 9 ونص السويفون وين من قبل نستنى في وقتاش باش تقول لي فما بروجيكسيون تاع لوميير معناتها على معناتها سبيكتاكل دو لوميير كيما نعرفوا لي سبيكتاكل هو ديما فما لوميير راهو فهمت اي فما لوميير شاينا ما حكينا سبيكتاكل معناتها والله هو حبينا نعملوا المابينغ المابينغ اللي هو حاجه جديده معناها كل شيء دونك ما نجمناش السنه خاطر الامكانيات نتاعنا ما تسمحش باش تكون عندنا المابينغ اللي هو تعمل في تونس وايور في الموند ان شاء الله عم جاي نركزوا كي نخدموا من كي نكملوا المهرجان معناها نبداو نخدموا على هذايا حكايه المابينغ وباش تكون ان شاء الله عام جاي يكون ربما يكون عندنا المابينغ لا مش سير واضح هذه خدت الدوره الاولى دوك نورمال بشويه بشويه بعد ديك كل مره نزيدوا حاجه ونحسنوا في المهرجان بالطبيعه معناها المهرجان معناها يتطلب جهود برشا ناس ولازم الناس تمن به وعندنا دي سبونسور معناها لاباس عندنا معناها الناس اللي امنت بالحكايه كان نجم من نسمي هاللي سبونسور باهي عندنا ناس اللي نجم تقول راديو ميد لا راديو ميد معنا لا انا اول ما جيت راديو ميد دونك موجودين راديو ميد موجودين وعندنا دوتر سبونسور اللي هما معناها امنوا بريفي بيان سور اللي هما امنوا بالحكايه ودونك يدعمونا حتى مش كان في الفستيفال دي لوميير حتى في انشطه اخرى اجتماعيه وغيره معناها ديما الناس هذوما عندنا معاهم تواصل وعندنا يعرفوا شنو نعملوا وعندهم ثقه فينا دونك انا نشكرهم الناس هذوما اللي امنوا بالجمعيه وامنوا بالاشخاص الموجودين في الجمعيه وهذا معناها انا هذا يعطيني معناها كيما نقولوا فخر اني نكون نعرف العباد هذوما وعندي برشا احترام لهم لا وسي معناها سي سانسير معناها مش فهمت انا البارح معناها عندنا دار نبنيو فيها في ماجورا في مع ربيع بودن وقتها جينا قبل
دونك دار تو في الفينيسون. معنا براتيكومون الناس اللي موجودين تاعنا في الفستيفال دو لوميير هما موجودين معنا في ال في البروجي هذا معناها الناس هذوما يدعمونا معناها واضح. سي حبيب دونك خليوك الكلمه الاخيره للعباد اللي يسمعوا فينا الكل باش تشجعهم اكثر ويجيوا نهار من 25 حتى كشي 30 اوت. والله انا مش بنقول لهم يجوا من 25 30 اوت 30 جويليا فوالا جويليا غلطت شيت الاوت صحيح هو طلع مش يكون اطول هكا الحيز حتى 30 اوت. هو فما برنامج الاحتفال بالذكرى 130 سنة على تأسيس البلدية، دونك فما عديد الأنشطة اللي هو الافتتاح صار البارح قدام معنا في البلدية، دونك فما كل يوم فما أنشطة. دونك بالنسبة لينا احنا النشاط نتاعنا في الاحتفال هذا يبدأ لو 25 واضح هو مستقل على روحه هذا الفستيفال، لكن للوكازيون هذيك اللوكازيون هذه لقينا احنا كما قلت لك معناها انتجري ونعاونوا ونتعاونوا مع معناها البلديه ولا غيره ولا فهمت حاجه اخرى. احنا عملنا شاركنا مع مهرجان الحمامات الدولي في الافتتاح اللي صوت صار الاوت دور لويت جوي، وعملنا كالدخله على البرج بالفلامات ودنيا معناها هذيك عملناها احنا فيك لي جون اللي ينتميوا للجمعيه. دونك ومعناها ديما اوني سوليسيتي معناها ديما وقت اللي عبد يخدم وتتعرف في الجمعيه معناها ديما عندنا ديما فما معناها اقتراحات فما حاجات جدد فمعناها ان شاء الله ديما فما معناها ديما عندنا حاجه ما نعملو. انا بيرسونيل مون معناها نقول قوم الصباح نقول ان شاء الله اليوم مش نقعد ما نعمل حتى شيء نلقى روحي تعمل في حاجه لا نلقى روحي ومشيت منا ومشيت بلديه ومشيت كذا فهمت خاطر علاش فما برشا حاجات. حاجة أخرى ما يسالش كان باهي هو فما المجتمع المدني عندنا ريزو اسوسياتيف اللي كوناه عنده براتيكومون أربع شهور ولا خمسة شهور وفما ناس تطلبنا ديما تقولنا علاش ما تعملوش قائمة بالنسبة لبلدية نابل أنت قائمة تكون مستقلة ما تكونش بعيدة على الأحزاب. دونك هذا موجود قاعدين نخدموا عليه دونك مع المجتمع المدني مع برشا جمعيات دونك قاعدين نشوفوا في اسامي اللي عندهم عندهم صيت في نابل وعندهم معناها ما يقولوا في نابل دونك وما همش مسيسين دونك فوالا فما قاعدين براتيكومون هذايا نخدموا عليه مع مجموعه اخرى من الاخيان. دونك ان شاء الله المجتمع المدني قدم معناها الليست هذه الكتورال واضح اللي مش يسميوها ليست سيتويان واضح. سي حبيب ميرسي.